السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله أوقاتكم جميعا. يسرنا اليوم أن نقدم لكم أو نتكلم بشكل عن الأميفسناجا والأميميجس. الأميفسناجا والأميميجس، الخل البلدي والخل الشيطاني. طبعا هنا نتكلم أولا عن البوتانيكال أورجين أو على المنشأ الحيوي. المنشأ الحيوي لكلا النباتين، للأميفسناجا اللي هي الخلة البلدي، والأميميجس وهي الخلة الشيطانية. is the dry dry fruit، إذا عبارة عن الثمار الجافة الناضجة لنبات الأميفسناجا. الأميفسناجا هو الاسم العلمي أو المنشأ النباتي لنبات الخلة. العائلة أبياسيا أو أمبليفيريا. It contain not more than. إحنا يا شباب هذا شرط دستوري، يجب ألا تحتوي أكثر من 3% مواد عضوية غريبة. المواد العضوية المقصود بها أجزاء أخرى من النبات. And yield not، ويجب أن تحتوي أو تنتج مش أقل من 5% من المواد المرة، وأهمها إيش؟ الخليج. إذا انتهينا من الأمي إيش في سناجة. نشوف الأميميجس. الأميميجس أيضا أو الخل الشيطاني عبارة عن dry dry fruit، إذا عبارة أيضا عن الثمار الجافة الناضجة لنبات الأميميجس اللي هو الخلة الشيطانية. العائلة طبعا أبياسيا. it contain not more than، يجب ألا تحتوي على أكثر من 5% of foreign organic matter من المواد العضوية. and not less than، مش أقل أيضا من 5% أميودين أو ما يسمى عندنا الأكزنتوتوكسين، ولا 3% أميدين اللي هو الإمبراتورين، وأيضا أقل من 1% من ألف أوف من مية أوف ماجودين اللي هو البرجبتين. طيب إذا انتهينا من البوتانيكال إيش أوريجين أو من المنشأ إيش النبات، نجي هنا المورفولوجيكال شيب، الشكل الظاهري للكريموكارب. كريموكارب هذا يسموه عادة كريموكارب. إذا الكريموكارب قد يكون هنا شكله إيش؟ أوفيوت بيضاوي، usually separated، قابل إيش؟ للإنفصال، separated into two مركب، إلى حقة وجنان إلى اثنين إيش؟ من المركب. طبعا هنا نتكلم عن المركب، المركب اللي هو شكله إيش بيكون شكله؟ بلانكو فيكس، اللي هو يسمى عندنا طبعا إيش؟ رمحي. إذا خلينا نتكلم إيش رمحي؟ أو إيش أوفيوت لانسوليت. إذا رمحية هنا بدر إيش أوفال أو لانسوليت، حق من حق الأمي إيش ميجس. هنا الشكل هنا طبعا، أما الكلرز طبعا هنا بيكون الأمي في سناجة شكل الثمرة حقه أو شكل الثمرة حقه بتكون عادة جرينيش براون، بنية مخضرة أو فيوليت تين. هنا بتكون عادة حق الأمي ميجس بتكون عادة جريش براون، بنية رمادية تريد إيش براون. طيب إذا عرفنا الآن اللو جرينيش براون، بني مخضر، هنا بني إيش رمادي. إذا انتهينا السايز أو حجم الثمرة 2 مليمتر إن لونج و 1 مليمتر إيش بالعمق. هنا بتكون إيش سمولر في حالة الأمي إيش ميجس. دروسال سارفيس، الدروسال سارفيس أوف ذا ميريكاب، هنا الشكل اللي هو مسمى عندنا الظاهرية إيش بتكون؟ جلابراس بلساء. إذا قال ملسى، هي الثمرة حقها بتكون عندنا إيش؟ ملسى، حق السطح والشكل الظاهري أو السطح كمان، بتكون أيضا تتميز إنها تحتوي على 5 جسور، في 5 distinct primary ridge، تتميز بوجود إيش؟ 5 جسور واضحة مميزة، و4 جسور أخرى inconspicuous، تكون عندنا غير إيش؟ مرئية أو غير إيش؟ مميزة. إذا هنا إيش؟ نفس الكلام، جلابراس أيضا بتكون عندنا إيش؟ 5 primary ridge and 4 more prominent secondary ridge. إذا بتحوي إلى 5 جسور أولية و4 جسور موجودة أو سائدة واضحة إيش بالصورة. هنا أنواع الثمرة تكون ترو حقيقية، سيمبل بسيطة، جافة، دراي، شيزوكاربيك، قابلة للانفصال، وأيضا تحتوي على مين؟ على الكريموكار. إذا هذا ما يسمى عندنا الدروسال إيش؟ دروسال سارفيس أو دروسال سايز والفنترال إيش سايز. هنا يا أبو الشباب هنا معاك ما يسمى عندنا المورفولوجيكال او الشكل ايش الخارجي
لنبات أو لشكل ثمرة من الأمي في سنك. أما البودر أو خصائص البودر، خصائص البودر للأميفيسناجا هنا هذا السلايد خاص بمين؟ بالخل البلدي، بنبات الخل الأميفيسناجا فروت. هنا مثلا البودر، بودر أنا هنا قدوا مطحون بودر شكله إيش؟ ناعم. هذه بتلاحظ بنسمى عندنا المميزات الميكروسكوبية للأميفيسناجا. المميزات الميكروسكوبية للأميفيسناجا بتلاحظ إنها تكون عادة إيش؟ فيتة. فيتة يعني خطوط حيوية. فيتة ريتيكوليت برانشيما، شكل ايش الان البرانشيما وتكون ايش شبكيه. ايضا بتلاحظ الفيبروفاسولار بند الحزمه ايش الوعائيه، بتكون عاده تابرينج تابرينج. طيب هنا بتلاحظ ايضا موسم عندنا ايش بالميزوكارب بورس مفتحه مثقبه. الاندوكارب شكل الاندوكارب وخلايا الاندوكارب وخلايا الاندوسبيرم التستا والابيكارب. طبعا هنا انا هنا لماذا؟ هذه طبعا أشكال مميزات، احنا نبحث هنا على مين؟ على الأسماء مع شكل، إذا الأشكال هذه بتكون هنا مميزة، لأنه الآن تتشابه كثير من أجزاء النبات الداخلية أو موسم عندنا الكيليمس، ولكن هنا المميزة بحيث إيش؟ الشكل، أما الأسماء فهي بتكون موجودة في أكثر إيش؟ من نبات، احنا نتفرج على إيش؟ الإندوكارب، شكل الإندوكارب، شكل موسم عندنا إيش الآن؟ بالميزوكارب، شكل الفيتا، شكل الريتيكوليت برانشيما، شكل الفيبروفاسكولار باندل، شكل الابيكارب والتستا. طبعا هذه المركبات جيف ريد كلرز ويت سوليد كوايت، هذا طبعا لانها بتحتوي على مركبات ايش؟ مركبات ما يسمى عندنا ايش؟ بل كومارينات. طبعا هنا نفس الكلام الفيسناجا فروت او ثمار ايش؟ الفيسناجا واجزاء ايش؟ الاجزاء الاناتوميكالز اناتوميكالز او مسمى ايش؟ بالاجزاء النباتيه تحت البودر للبودر للبودر نفسه خصائص ايش؟ البودر. شوف المواد الفعاله الكونستيتوينتس هنا معاك الاميفيسناجا، الاميفيسناجا تحتوي على الفرانو كرومون، فرانو كرومون. اذا الفرانو كرومونز هذا من اهم مركباته بتكون ايش؟ الخلين، خلين. اذا الخلين من اهم المركبات، من اهم مركبات من مجموعات من الكرومونز اللي هي الفرانو كرومونز. كرومونز تحتوي على ايش؟ حلقة ايش؟ الفران. اذا مركب الخلين نطلق له عادة فيسامين، والفيسناجين نطلق عليه خلول، وايضا تحتوي على الجلايكوسيدس فورم الخلينول. اذا كويس، اذا هذه اهم مواد الفعالة او المركبات ايش؟ الفيسناجا رقم واحد فرانو كرومونز، رقم اثنين بيرانو كومارينز. بيرانو إذن عبارة عن كومارينات تحتوي على من حلقة من البيران عكس من الكرومونات كرومونز هنا كومارين كرومونز كومارين. إذن بيرانو كومارين فيسنا جانس فيسنا جانس نطلق عبارة فيسنا دين ساميدين. أيضا تحتوي على نسبة بسيطة من الفرانو كومارينز. أيضا فور إكزامبل إكزانتو توكسين. أيضا تحتوي على المواد الملونة هي الفلافونويدز. تحتوي أيضا على زيوت الطائرة essential oils. تحتوي أيضا على fixed oils أو الزيوت الثابتة مع البروتينات. هنا كيميائيا كيف تستطيع أن تكشف على هذه المركبات؟ نستطيع أن نتعرف إيش الآن على الفرانوكورومونز والبيرانوكومارينز والفلافونويز والessential oils والfixed oils من خلال الكواشف الكيميائية المعروفة لديكم، المعروفة لديكم من المحاضرات السابقة أو من ما يسمى عندنا ب علم الدراسة ايش المواضيع السابقة للعقاقير. هنا مثلا استخداماته uses and action the drug acts as spasmolytic. اذا اشتغل على طول spasmolytic especially on the muscles of the bronchi خاصة على مين؟ على العضلات ايش او القصيبات ايش عضلات القصيبات ايش الهوائية. ايضا على الجي اي تي على عضلات الجهاز ايش الهضمي والبلاري تراكتس بالاضافة الى الاورجينيتال سيستم اند كورونري فيسلز. اذا هذه منشن عن التاثيرات ايش؟ الدوائيه. مع ذلك هذا الدواء يشتغل في معالجه الويبنج كاف او السعال الديكي كرام لايك كونديشنز حاله تشنجات الجهاز الهضمي بالاضافه الى البيلاري كوريك مغص الصفراء او القناه الصفراويه وايضا في حاله ايش؟ المينستريشنز او عندنا ايش؟ الام ما بعد ايش؟ الدواء. هنا تشتغل معاك تو ريموفال اوف سمول بلادر اند كيدني ستون. اذا عرفت الان ان الاميفيسناجا الان نستخدمها في علاج او في تفتيت الحصوات، حصوات سواء كانت هذه الحصوات
موجودة في الكلى أو موجودة فين؟ في المثانة bladders and kidney stones. عن طريق عمل طبعا استرخاء أو عمل استرخاء لمين؟ للmusculars of the ureters. The drug relaxes أيضا الأدوية هي تعمل استرخاء للشرايين التاجية وبالتالي تساعد على مين؟ helps to improve the blood supply to the heart. إذا وتساعد على تدفق الدم لمين؟ للقلب. Muscles and therapy aces angina pectoris تعمل وقاية من الانجينوس بكتوريس بكتوريس. ايضا تعطى في حالة عند الاطفال في معالجة ايش الربو القصيبي فور برونشيال اصلا وايضا تكون امنة عند الاطفال. هذه خاص بالان بالاميفسنجا. اذا هذه خاص بالاميفسنجا. نجي الجهة الاخرى وهي الاميميجاس ايضا تحتوي على الفرانكومارينات فور اكزامبل سورالين ايضا تحتوي على الاكزانتوتوكسين وايضا اذر ريليتد بيتا بروتون مواد مرة اخرى زي امبرا تورين والاميدين والبرجابكين فيكسد اويلز اند بروتين. واحنا قلنا عرفنا من قبل كيف نكشف على مين على الفيكسد اويلز كيف نكشف على مين على البروتين. معك هنا ثلاثه كواشف تستطيع تتعرف بهم على مين على البروتين. هنا معك ايضا فيكسد اويلز معك ايضا كواشف اللي هو الكاناتينيك شيرز والسودان 3 وايضا هنا معك الميلون ريجنز معك البكريك اسوسيشنز معك ايضا ال ايودين سوليوشن. هنا معك ايضا الوسط القاعدي. طيب السورالين ستيموليت بيجمنت برودكشن اذا نحفز الان لو سمى عندنا ايش بينتج ايش الصبغه صبغه الميلولين عند تعرض لمين للشمس او اليوفي لايت. ايضا استخدم اكسترنالي ان ذا فورم على شكل ايش لبخات او لوشنات أو تصنع هذه اللوشنات واللبخات من الخلاصات الكحوليه لثمار الاميميجاس وفي معالجه ايضا ايش الفيتيليجو اللي هي الليكوديرميا والالوبيشيا والسوريسيس. فيتيليجو ليكوديرميا اللي هو ايش سرطان ايش الجلد وايضا الالوبيشيا موسم عندنا ايضا ايش البيضاض او البرص والسوريسيس اللي هو الصدفيه. هنا يا شباب الهيستوكيميكال تيست فور اول امبلوفيريوس تيست هذا خاص بمن الان خاص بالعائله كامل خاص بالعائله كامل. شوف بودرز زائد ايش سودان 3 اذا هنا بكشف على مين على فيكسد اويلز اند فلوتال اويلز. اذا هذا الكاشف بيعطي لك لون احمر سواء كان فيكسد اويلز اند فلوتال اويلز. اذا هذه النباتات او عائله العائله المظليه تحتوي على مين على زيوت ثابته تحتوي على زيوت طيره. اذا بستخدم ايش الكاشف اسمه سودان ايش 3 والكاشف الاخر المعروف معكم ايضا الالكانا تنكشر. هنا ميلون ريجنز وايضا بتعرف على مين على البروتينات بيعطوا لك ايضا ريد كلرز بسبب وجود ايش البروتين. وايضا لا تنساش ايضا البكريك اسيد سوليوشنز والايودين ايش سوليوشن. هنا مميزه هذا خاص بمين خاص بمين بالامي ايش في سناجا. اذا هذا الان نغلي مثلا الان نغلي حقنا النبات ناخذ 12 جرام من امين في سناجا فروت ونضيف له 5 سي سي من الماء لمده دقيقه نخلط ونحركه نضيف 2 قطرات الان من حقنا النقوع من الخلاصه نضيف له اجنان للصوديوم هيدروكسيد سوليوشن. اذا حقنا الكاشف ايش بيكون اسمه؟ صوديوم هيدروكسيد ايش سوليوشن صوديوم هيدروكسيد ايش سوليوشن صوديوم هيدروكسيد ايش سوليوشن من نسبه 1 الى 1 نرقه بيعطي لك ايش روز ريد كلرز روز ريد كلرز روز ريد كلرز. اذا هذا الروز ريد كلرز معروف الآن كيف تتعرف على مين؟ على بودر الأميفسنجا عن طريق ايش الآن؟ كاشف اسمه صوديوم هيدروكسيد سوليوشن بناخذ 1% 1 مل من النقو حقنا ومن الخلاصة ولا 1 ايش مل مع مين؟ صوديوم هيدروكسيد سوليوشن نعمل له نرقها بيعطي لك عشان روز ريد كلرز. هنا الأميميجاس طبعا مع هذا الكاشف ما تعطيلكش لون ما تعطيلك ايش؟ نو اور روز ريد كلرز. إذا عرفت الآن إنه الصوديوم هيدروكسيد سوليوشن خاص بمين؟ بالأميميجاس في السناجة. طيب ايش نكشف عليه؟ بناخذ الخلاصة الكحولية لنبات الأميميجاس وتعطي لك لون من 1 إلى 10 بنسبة 1 إلى 10 وتعطي لك لون انبعاث ايش؟ أزرق. هذا الانبعاث الأزرق يكون تحت اليوم فيه بسبب ايش؟ تحتوي على مين؟ على الفرانو ايش؟ كوماري. شكرا لكم أعزائي الطلاب جميعا ونرجو منكم ايش؟ التفاعل ودمتم ايش؟